وافق المجلس الوزاري للجامعة العربية بالإجماع على قرار خاص باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش. وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن المجلس أكد الموقف العربي الحازم باتخاذ التدابير اللازمة بصيانة الأمن القومي العربية والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة بما فيها تنظيم داعش ومكافحة امتدادها. المجلس بعد أن استعرض هذا الموضوع أكد، وده المهم، أكد على الموقف العربي الحازم باتخاذ التدابير اللازمة لصيادة الأمن القومي العربي والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة بما فيها تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة امتداداته وأنشطته الإجرامية المتطرفة في المنطقة، كذلك بالعمل على تكثيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادرة تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة الإرهابية المتطرفة.